بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه المحاضرة بنحاول نوضح بشكل برضو موجز طرق تجميع البيانات. في البداية بنقدر نعرف ان هناك نوعين من البيانات اللي ممكن الباحث يحصل عليهم: بيانات أساسية بيانات وبيانات سنوية. البيانات الأساسية الباحث بيجمعها بنفسه من مصادرها الأساسية، أما البيانات السنوية بيكون سبق تجميعها بواسطة باحث آخر ويستعين بها الباحث العادي. طبعا البيانات السنوية مشكوك في صحتها لأن مش الباحث اللي جمعها بنفسه، لا ننصح بالاعتماد عليها إلا في حالات الضرورة مع وجود مبررات قوية. طرق تجميع البيانات الأساسية: أولا بالنسبة للدراسات التي تعتمد على التجارب يتم تجميع البيانات اعتمادا على القياس والملاحظة. يبقى هنا القياس أحد طرق تجميع البيانات الأساسية، إننا أخضع تجربة معينة أو ظاهرة معينة للقياس وناخد البيانات، يبقى دي بيانات جمعها الباحث بنفسه عن طريق إجراء عمليات القياس، ودي بتصلح في حالة التجارب. في أيضا الملاحظة، إن إحنا نلاحظ ظاهرة معينة ونقوم بكتابة النتائج، وإذا بتصلح في حالة العلوم الاجتماعية اللي بيتم فيها استقصاء ملاحظات معينة من قبل المستقصى منهم عن نظام الحوافز أو تأثيرات معينة لنظم معينة أو إجراءات معينة. ده بالنسبة للدراسات اللي بتعتمد على التجارب. أما بالنسبة للبحوث الوصفية، البحوث الوصفية اللي هي تتناول وصف ظاهرة معينة، بنعتمد في هذه البحوث على قوائم الاستقصاء. لو اتكلمنا عن تجميع البيانات السنوية، عرفنا قلنا البيانات السنوية بيانات سبق تجميعها بوصف باحث آخر من رسائل من إحصائيات إلى آخره. إيه المعايير الواجب توفرها في البيانات السنوية؟ معيار الاعتمادية والملائمة ومعيار الكفاية. طريقة الملاحظة في تجميع البيانات، ما هي الملاحظة؟ مشاهدة دقيقة بيقوم بها الباحث للظاهرة المستهدفة بالدراسة. ليها مزايا وليها عيوب طبعا. أنواع الملاحظات بنقول في قبل كده، المميزات إنها بتتسم بالدقة وتجنب التحيز، ينتج عنها بيانات تعكس ما يحدث بالفعل في الوقت الحاضر وليس الوقت المتوقع حدوثه، لا تتعامل مع أحداث وقعت في الماضي. دي كلها مزايا تستبعد احتمال تحيز الباحث للنتائج بشكل معين، لأنه مجرد بيلاحظ ويدون أو يسجل اللي هي اللي لاحظه. تلائم تجميع البيانات عن أشخاص ليس لديهم المقدرة على وصف اتجاهاته. التحفظات اللي على هذه الطريقة تكلفتها كبيرة، بتاخد وقت كتير طويل. برضو البيانات من ممكن نحصل عليها كنتيجة للتكلفة والوقت الطويل اللي بتتطلبهم، يبقى محدودية النتائج. في بعض الأحيان تصلح للحصول على بعض البيانات كما في حالة تجميع بيانات عن استخدام المستهلكين لسلعة ما. مش هنروح نقعد في البيت أو نجيب المستهلكين منين ونسألهم، صعبة جدا. الملاحظات الهيكلية وغير الهيكلية. الملاحظات الهيكلية سبق ان احنا او ملاحظات الهيكلية اللي هي بيبقى ليها بنية هيكلية معروفة مسبقا، بتحدد تحديد مسبق للظاهرة، البيانات اللي لازم تجمعها عن هذه الظاهرة، بنحدد فيها طريقة تسجيل البيانات و
الحد الأدنى من الدقة المطلوب توفره فيها. دي الهيكلية. غير الهيكلية لا تخضع لإجراءات محددة مسبقا تلائم بحوث الاستكشافية، اللي هي عايز استكشف حاجة مش هقدر أحدد لها إجراءات معينة مسبقا. وفي الملاحظات بالمشاركة وبدون مشاركة. بالمشاركة يتعايش الباحث مع المجموعة اللي بيلاحظها عشان يعيش في وسطهم، عشان يقعد يبقى قادر على تفهم خبراتهم بشكل واقعي وتسجيلها. الملاحظات بدون مشاركة اللي هي المستقصي بيكون بعيد عن المستقصى منهم، مش عايش معاهم، وبيبعث لهم قائمة استقصاء ياخد ملاحظاته. الملاحظات بالمشاركة بتتسم بأن لها قدرة أفضل على الملاحظة على الطبيعة بعيدا عن إحساس المستقصى منه، لها قدرة أو بتمكن باحث من تجميع بيانات تكون غير متاحة في حالة الملاحظة بدون مشاركة. الباحث برضو يقدر من خلال المعايشة مع المستقصى منه الحكم على صدق واعتمادية البيانات. العيوب ان الباحث ممكن يتأثر بالمجموعة اللي بيلاحظها، وده بيكون موجود في حالات معينة. ملاحظات الخضع للتحكم والغير خضع للتحكم والرقابة. الخضع للتحكم بيتوافر للباحث التحكم الكامل في الملاحظة عن طريق عزل الظاهرة عن العالم الحقيقي ووضع ترتيبات معينة للملاحظة اللي هي بتكون متاحة في حال التجارب المعملية، وبيتوفر ليها قدر عالي من الدقة. الملاحظات غير الخاضعة للتحكم اللي هي الملاحظة إجراء ملاحظة على الظاهرة في موقعها الطبيعي، وهي تؤدي إلى تجميع بيانات تتصف بالواقعية بس لا يتوفر ليها عزل الظاهرة عن العالم الخارجي.